Hello everybody, my name is Osman Al-Hayek. I am an English teacher. Our lesson today is about letters, capital letters and small letters. But we have to speak in Arabic language because it is the first lesson for Arabic native speakers. أصدقائي الأعزاء, السلام عليكم. درسنا اليوم هو عن الأحرف, اللغة الإنجليزية, الكابيتال letters, الحروف الكبيرة, والsmall letters, والحروف الصغيرة. درسنا هو بسيط جدا, بتناول بس قراءة الأحرف الكبيرة والصغيرة مع بعض الأمثلة والكلمات. راحين نبلش. بالطبع احنا راحين نتكلم باللغة العربية لأنه أغلبية المتلقين هنين من البلدان العربية, فحصرا لازم نتحدث باللغة العربية. الأحرف هي, راحين نبلش, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. هاي بالنسبة للحروف الكبيرة اللي هي بنسميها نحن باللغة الإنجليزية الكابيتال ليترز, الحروف الكبيرة. بالنسبة للحروف الصغيرة مثل ما لكم شايفين اللي هي باللون البنفسجي, هي تختلف فقط بالشكل ولكن أكيد بنفس اللفظ باللغة الإنجليزية. كمان راحين نعيد لفظ الأحرف A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. بالنسبة للأمثلة, هلا أكيد نحن ما بنلفظ الحرف بالكلمة مثل ما بنلفظه هو كحرف, بس بده يكون في عندنا نوع من التمرين والبراتيك. يعني نحن بنقول إنه يكون في عندنا نوع من التمرين لحتى نحفظ الكلمة كقراءة, لأنه باللغة الإنجليزية ما هي مثل اللغة التركية. في اللغة التركية مثل ما قال الأستاذ محمد أنه الحرف يلفظ بالكلمة مثل ما نحن بنلفظه, بس باللغة الإنجليزية لا, ما في قاعدة ثابتة للفظ الحرف في الكلمة. الأمثلة اللي موجودة عندنا لكل حرف, عندنا كلمة apple, apple تفاحة, بي نحلة, بي نحلة, كات قطة, ونحن شرحنا بالصفحة قاعدة حرف السي, دور باب, إج بيضة, فازر فازر, أب جيم جيم لعبة, هن دجاجة, إنك حبر, مادة الحبر المستخدمة في الأقلام, جار مطربان, كي مفتاح, لوك ينظر, ماذر أم. بالنسبة لحرف ال N في عنا هذا المثال كلمة نات, وهي تأتي بمعنى البندق. لحرف ال أورانج, أورانج برتقال, بير بير, وهي تأتي بمعنى إجاص. كيو كيو, أصدقائي في بعض الكلمات يعني بيكون عندها نفس النطق, يعني في كتير كلمات في اللغة الإنجليزية بيكون عندها مثلا نفس النطق بس ولكن بتكون هي مختلفة. ففي عندنا نحن هون مثلا حرف الكيو هو حرف, وكلمة الكيو هي تأتي بمعنى طابور. ريد أحمر, سيستر أخت, تايجر نمر, أنكل أنكل حرف اليو, أنكل عم أو خال, فيزيت يزور, ويندو نافذة, اكس راي وهي أشعة تصوير هذا الجهاز اللي بصور الأشعة في المشافي بنسميه اكس راي, يلو لون وهو يأتي بمعنى اللون الأصفر, يلو يلو, وزيبرا لحرف الزد, وزيبرا كلمة تأتي بمعنى حمار وحشي.